بك خليني من التعكين تاعك. اجت حاجة الويسكي. نوري نوري وجا السي مراد. شكون سي مراد؟ هذاك الشيخ المعمر بالدراما هذاك نلفاه على بالك. اي يلا كل واحد الخدمة تاعو. اي يلا 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 يلا. مرحبا بك يا مال وانا ما نتعب، واقصدني يا مال وانا يا في الدار، يا بخوش ارواح تعرق وتجذب، نشرب لك المرار وتحسبو عقار، ندي لك المال وانا بيك نلعب، ونردك بغل هاي شاكي الحمار، نعي ما نكذب نعي ما نضرب، يحسبو بصحيح كاين عبد النار. عبد النار على سلامتك سيدي. الله يسلمك. جوز جوز مرحبا بك. جوز 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 اسمعي لي الحوايج كاف. على سلامتك سيدي مرحبا بك. خير يا سيدي. سيدي جوز او استنى فيك. تفضل يا سيدي كتر خيرك. جوز بسم الله الرحمن الرحيم. ما تذكر شيء اسم الله يا منعول، ما تهرب لي شلون تسد العزيمة يا سيدي. سامحني يا سيدي يا سيدي هذا بين رجليك. كي ذكرت اسم الله وهو الكل شلون. اسمع عيود سلط عليك الرعود، الرعود سمع الرعود يا عيود سلط عليه الرعود، يا بالاحمر نزل عليه المطر المطر المطر، نزل عليه البرد نزل عليه التلوج، البرد راهو ساكن في راسك في مخك في اعصابك في عظامك، راك بردان راك ميت بالبرد، برد سكن لك ريدك عروقك وعظامك. يا شمهاروش سلط عليه نار الشموش، راك عرقان راك بسلطة عليك جهنم، شمش الصحراء شمش شمهاروش، راك عيان راك عرقان راك فشلان راك تعبان، الجنون سلطوا عقابهم عليك سلطوا العقاب. ذكرت اسم الله وهو ولدهم، ذكرت اسم الله وهو ولدهم، قولتهم وعاقبوك. عاقبوني. عاقبوك. عاقبوك. قولتهم. راني مريض. راني عارف عندك صدعة، عندك وجعة، عندك ولعة، عندك خلعة، عندك برد قديم، عندك سلاس، عندك حريق النبولة، عندك كبدة منتفخة، عندك الطيحان، عندك هواس، عندك وسواس، قلت النعاس
وكنت بانك صرت مرضي. واش نقول لك؟ عندي دراهم مخبيها نخاف لي يسرقوها لي. إلا جاني ضيف للدار قول هذا جاي باش يقتلني، إلا شفت بوليس قول هذا جاي يديني الحبس. ما عندي ثقة لا في طفل ولا في طفلة ولا في مرة. وري سطر عليا كرسي تبدا انشر الكبده ما نهضروش عليها. ولا قد ما ناكل ونبلع كرسي ما تسبح، والماء نشرب 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 تقول عندي حناش في كرسي. ولا يا من الكلينيك الكلينيك علاش تروح للكلينيك؟ تعرفني هنا عندي كتاب السيوطي، عندي كتاب داود الانطاكي، عندي كتاب كشف الغيوب في علم العشوب، ودواك راهو عندي. يا سيدي تا يلزم لك الزنجار، يلزم لك الغيار، يلزم لك العكري، تا يلزم لك 77 عقار، يلزم لك الحرمل مخ الضباع، يلزم لك عروق الديب، يلزم لك الماكرامان، يلزم لك اللوبان، يلزم لك دار صيني قاع قلة، يلزم لك الحنتيت، يلزم لك شعرات الشيطان. وعلاش الشيطان؟ عد 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 وشعر. هذا شيء موجود في علم عيرود. انا نتصرف الشواطن ونحكم فيهم. وباش نبريك عارف مرضك الاخر يا سيد ديال بريني برك. كي كنت صغير ما كليتش يصاوش؟ كليت صاوش وانا نسيتو في الجنان. دعوتك صعيبة دعوتك صعيبة دعوتك صعيبة دعوتك صعيبة. قلت لك الصاوش اللي كليت هو ابن مالك الجان، ابن مرجانة اللي هربت من سيدنا سليمان. سكن في صدرك واش يخرجوا من صدرك؟ شي كبير يلزمني نطوع الجنون، نطوع عيرود ونطوع شمهاروش ونحض الرئيسهم عبد النار. غير هو اللي يقدر الاهل المنكار. نشعل النار، نسخر البنادر، نبخر باللوبان، نبخر بالحنتيت، نبخر بالموبر بالمسجر. هيا قم قم هاي. يلي فيك الهواس وفيك قلة النعاس وفيك الوشواس. يا سيدي انا تحت امرك داويني بك. انت يا مغبون ساكنينك تشرى جنون. ساكنك بالاصفر، ساكنك بالاخضر، ساكنك بالاحمر، ساكنك ابن الخوخي، ساكنك ابن الزنجاري، ساكنك ابن النيلي، ساكنك بالفريكي، ساكنك ابن الحلحالي، ساكنك ابن انوار فليو. وعلاه يا سيدي رديت لك امام البيان هكا؟ اعمل افضل. انا يا سيدي انا تحت امر دولي بطل. ارقص لهم اشتب لهم ورضيهم. Thank you.
طيب الكهل الجنون خرجوا منه كنحل احبس يا بالكهل وانت اللي عندك الوسواس وبك الهواس وقلة النعاس وكنت بنك قم راك بريت وإذا ما بريش نعاودو بريت بريت راني بريت بريت